طيب وصلنا لألذ فقرة وأجمل فقرة وألطف وأتفه فقرة وكلنا بنستناها الحقيقة يعني طول الحلقة. أنا عايز أقول لك على فقرة بتهوقنا. أنا مش بس بلعبها بحماس، أنا بتفرج عليها. أنا كمان زي ما أكون ما كنتش بلعبها أساساً، أو يعني مش أنا اللي لعباها. بجد الفقرة دي كلنا بنستناها، وبالتالي أنتوا كمان في البيوت بتستنوها. والحلو اللي حصل كمان وقت كورونا إنه بدأت تبقى في ناس كتير قوي عندها محاولات إنها تعمل ألعاب وإنك تنزل تشتري لعبة كارد. بس إحنا شعب بتاع الحاجات، إحنا بنعشق الألعاب وال بس برضه كناش بنهتم بيه. كنا بطلنا خالص. القعده في البيت اضطرتك ان انت تلاقي طرق انك تسلي نفسك في البيت طبعا. انت وعيلتك. من الحاجات بقى اللي استرجعناها وبتمثل لنا النوستالجيا خطيره، شكل اشكال الطبطبه رائعه بجد، شكل اشكال اوتوبيس كومبلي كنا بنلعبها كلنا واحنا صغيرين في المدرسه. نختار حرف كل واحد ثانيه واحده بقى، انا اللي هقول مين هيختار الحرف عشان ما يبقاش دماغه مستعده ومقرر الحرف وحافظ كل الحاجات. ماشي انت. انا أيوة. لا اختارك. حلوه حلوه صدقيني انت. والله ما اخترت. هي ما كانتش محضره. طب بصوا فانت انت 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 اهو. ايه ده؟ ايه يخرب عقلك ليه عملت ايه اللي عملته ده؟ ايه يخرب عقلك؟ ايه ده حرف صعب قوي يا جماعه. محترف كل حاجه مش لاقي حاجه. انا ما لقيتش غير ولد وبنت. وانا ده صعب قوي. انت بتكتبي ايه؟ انا عايزه اعرف. بس خلصت الاوتوبيس كومبليت. انت عملتهم كلهم؟ اه ما شاء الله. ايه ده؟ طيب بص ولد اقول ولد هادي. ايوه هادي. اسم بنت هيثم. أنا اسم بنت هند. جماد أنا هرم. هرم اوكي برافو. بلد هوية. بلد هند. الهند. لا لا ما ينفعش. لا الهند. الهند لا مش الهند. هند اللغه العربيه. الهند غلط. ازاي يا جماعه؟ ايوه انديا ده بالانجليزي. هولندا. ماشي بس ده غلط. انت جابها عادي كده. بصي هند ما نفعتش، قال لك هولندا ما شاء الله. اوكي اكله هريسه. يا برافو عليك. صح دي اللي كانت رايحه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده برافو. لا انا هفاجئكم في ال. طيب يبقى احمد كسب اول دور. يبقى ايه انا واحد ليك صفر لينا. ماشي. طيب تاني دور انت قول. يلا اتفضل. كاف. يا ساتر مالكم يا جماعه. ماشي ماشي انا خلصت. لا انت صفر. ماشي بس انت قلتي مش صفر. لا ايوه طب قول. 1 2 3 4 5 ثانيه واحده. لو هم خمسه، لو هم خمسه يبقى احنا كنا المره اللي فاتت جايبين 20 20 من 50 او 2 من 5. احنا جبنا اسم الولد واسم البنت. انت هتقعد تحسب لنا بقى. احمد جاب 5 من 5. ماشي قولي. كريم. كارما. كبريت. كل واحد لازم يقول الاسم اللي كتبه. انت كريم. كرم. كريم. طيب كارما. كريمه. كريمه. وفي كريمان. انا كاتبه الاثنين. كبريت. كنبه. كرسي. اوه حلو مختلفين. كوريا. كوريا دي ما كتبتهاش. لا ما لقيتش حاجه. كوديفوار. كوديفوار برافو. كشري. كبسه. ما كتبتش انا. ما كتبتش. ما انتوا شفتوا. كفته. مش قلتوا اتوبيس كومبليت؟ انا وقفت. خسرت. يبقى واحد. انتوا بتوقفوا ولا كمل؟ لا بنوقف. شطارتك بقى كمل. لا لا بتاعتك. لا انا بس بص الكذب ليه الشربات كده؟ دي اللي كذبت يعني. ايوه. طيب انا هنحسبها باللي يكسب دوره. ماشي كده. انا 1-1. انا بكتب اسمين بقى بامن نفسي. 1-1 وانت صفر. ماشي مينك فرحانه قوي وانت صفر. ايه بقى؟ هفضل محافظه على اللقب يعني. هدي قولي حرف. ملكه الالعاب. انت اللي هتقولي خ. خ اهم حرف في حياتي. ما حدش يكتب خالد. ها خلود. ما تقوليش ايه جماد ب... ايه يا جماعه جماد دي؟ في جماد اتوبيس كومبلي. ايه يعني ازاي عملتها؟ والله اسم ولد خالد. اسم خالد. بنت خيريه. خيريه برضه. اسم جماد خشب. ايه ده؟ بلد خليج نعمه. ايه ده؟ اكله خليج نعمه مش بلد. لا بس بلد. لا بلد خرشوف. ايه ده؟ خليج نعمه. شاطر جدا.
خليج نعمة دي فين؟ شرم الشيخ ملك ايه دي في ايه؟ خليج نعمة. لا سوري يعني المدن هنعتبرها بلاد؟ طبعا. ايوه طبعا. ممكن تقولوا لنا يا استاذ كنترول لو سمحتوا؟ طبعا. طبعا. انت عايزه تكسبي وخلاص. يعني خليج لو بلد العقبة. يعني لو بلد اقول القاهرة؟ عادي جدا. اوكي. طبعا. شو سهلناها لك اهي. والله ما كنتش اعرف، انا فاكره بلد. يبقى 2-1-0 كبير يا جماعه. لا انت ما تقوليش على نفسك. يلا اتفضلي. انا اللي اقول حرف؟ دورك. انا عشان بداتي كده وانت ايه نفسيتك مش حلوه من ناحيتي. ب ب ايه كمان ده؟ ايه الاوتوبيس كومبليت؟ وانا كمان، وانا كمان على فكره. ده كده كابتن؟ قول. اسم ولد باسل. باسل. اسم بنت بدور. بسمة. جماد برج. ايه ده؟ برافو. بلد بيروت. انا اكله ايه؟ بسبوسه. بطاطس. بن. بس كل واحد راح للحته اللي شبهه. بسبوسه. يبقى انا كده ثلاثه. وحشوني يا جماعه والله. البن ما بيتاكلش صح؟ طب خلاص. انت كده كده خسرانه. كده كده خسرانه. يبقى احمد ثلاثه، هدي واحد، شيري ثلاثه. شيري مشرفه على اللعبه. انت يلا قول. مشرفه على اللعبه. ايوه انت اختار بقى حرف. يلا. طب خليكم جاهزين بس عشان انا هقول على فكره انا هكتب وراك بعد كده عشان ما اجي العبها. انا بكلمكم بجد يعني. الف. الف. شيل صباعك بطل تكتب يعني. انا اللي كسبت. جمال يلا. ايه جمال؟ ايه امجد؟ امجد. ولد ادم. احمد. طيب اوكي. بنت اسماء. امينه. اسلام. اسلام ايه؟ بنت. اسلام بنت. ولا عندي واحده اسمها اسلام. طيب جماد ارض. جماد ارض. ارض برضو. انت كتبت ارض؟ ارض. ما كتبتش حاجه. بلد اندونيسيا. امريكا. المانيا. ارز. اكله ارز. ايه ده؟ اكله ارز. ارز. احنا بنقول ارز على فكره. هو ارز. لا هو لا يا حبيبتي. لا يا حبيبي. بنقول ارز يا بابا. لا هو انت لو بتقولي انا عايز اكل ارز. ايوه حبيبي. بس هو الصحيح بتاعه ارز. هو اسمه ارز. ارز. طب انا كاتبه كده يعني. لا انت كاتب ارز؟ لا يعني انا كنت هكتبها وقفت رحت كاتب الالف قلت بقى هيقولوا لي والله العظيم كنت سابقها. أي مش مهم. طب شوف حاجه ثانيه غير الارز وانا احسب لك الدور معاها. لا انت زي بعض. انت انا هو اساسا انا الحكم. ايه حكم بعد ما خسرت نفسك فيه. قول اكله ثانيه دلوقتي حالا. لو قلتها استنى. لا انا مش موافقه. هحسب لك ارز معمر. ارز بلبن. حلوه. حسبت لك الدور على فكره. ذكاء عجبني. على فكره انا اساس. 4-2. لا 3-2. 4. ليه؟ بطلي غش. لا يا حبيبي انت فشلت. انا كسبت ثلاث ادوار وهي اديتني. لا بس بصي لقطه ارز معمر عجبتني. لا انا بطلب بلجنه التحكيم. إيه؟ انا بطلب بلجنه التحكيم. اصل خلي بالك 4-2. هكسبك ما تحاوليش. زي 3-2. هكسبك برضه. يا حبيبي انا عايزه لجنه التحكيم. 3-2. طب الدور الجاي يحسم. ايه رايكم؟ الدور الجاي يحسم اذا كان هحسب له هو 4 ولا هيفضل. ايوه انا موافق. انا موافق. يلا بينا. يلا مين هيختار؟ انا؟ انت. شين. اوه استنوا بس المشكله في الجماد. الجماد. لقيت حاجه. لقيت حاجه احلى. استنى البلد. اوتوبيس كومبلي. استني بقى. لا اوتوبيس كومبلي خلاص. هو ايه؟ اوتوبيس. انا خلصت. انا اوتوبيس كومبلي. انا خلصت. يا سوري يا حكم. مين اللي كسب؟ لا مش هادي. لو احنا مختلفين يبقى الدور يتحسب لنا احنا التالت. يا حبيبتي انا قلت اوتوبيس كومبلي قبلكم. ازاي انا قلت انا كمان. لا اهو اهو خلاص. ايوه يا جماعه لو احنا مختلفين يبقى الدور يعني ايه مختلفين؟ بمعنى قولي اسم الولد. انت اللي يكسب هو اللي يقول الاول اوتوبيس كومبلي ويبقى انا غيرت قواعد اللعبه. الله يا ما قواعد اللعبه. كسبيها دور يا بنتي. انت كسبيها دور. ايه مشكلة؟ ولا دور.
طب قولي لي الولد، قولي لي الولد. الأول طب بصوا بقى قواعد اللعبه بتقول ان لو اسم الولد عندي وعندها يتشتم شلبي صح أكيد. شوقي يبقى مش عندي. كمل شريف. احنا الثلاثه كده بصوا ماشي. لا يا انت بتتحيي على قواعد اللعبه. ست شريهان. شوقيه. شريفه. حلو. جماد. شراب. شوايه. شنطه. بلد. شبرا مصر. شبرا مصر. شطنوف. شرم. انت شوفي الرقي. يلا ها اكله شاورما. انا كاتبه انت مش كاتبه. شكلمه 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 والله اهو مش كاتبه. شكلمه يا جماعه. انا كاتب شوربه. شوربه كويس. يبقى الدور يتحسب لينا. لا يا حبيبتي انا اللي كسبت يا ماما. انا خلصت قبل. الدور يتحسب لينا احنا الثلاثه. يعني بقينا اربعه. غلط. اثنين. ثلاثه بقى. ثلاثه. اربعه. ثلاثه. ثلاثه. حسبت لها اللي فات. يبقى انا خمسه. لا يا حبيبتي. خمسه. خمسه. ثلاثه. واحد. انا بقى ثلاثه واحد. لا سوري. بريك. خمسة تلاتة واحد. سؤال في المعلومات العامة وده الفيصل؟ لا أنا معلوماتي العامة في ال الكنافة. على أساس إن إحنا يعني المعلومات العامة. طيب بصوا بقى السؤال ده. سؤال مش عارفة أسأل إيه بس يا حبيبي. تعرفوا كلمة زمالك أصل كلمة زمالك كانت جاية من فين؟ إيه البرمجة اللي أنت فيها دي؟ إيه تلاقي المعلومة دي لسه متقالة لك مثلا من أنا فاكرة حاجة زي كده. ما أنا لازم أسألكم على المعلومات العامة. كويس بسألكم على حاجة في مصر. طيب بلاش. تعرفوا ايه اعمق نقطة في البحر؟ او موجودة فين؟ لا بلاش زمالك خلاص مش هتجاوب. معرفش. قولي. اسألك سؤال تاني. قولي يا دودو. محيط. فين؟ فين؟ اسمها ايه؟ بحر ولا محيط؟ محيط. واسمها ايه؟ يعني اعمق نقطة على وجه البحر جوه المية. لا قولي. تعرفوها فين؟ قولي فين؟ موجودة في المحيط الهادي في حتة اسمها ماريانا تبع جزر اسمها ماريانا ترانش عند اليابان الفلبين وانتوا نازلين قصادهم يعني. وعمقها يساوي ويساوي ارتفاع جبل ايفرست او يمكن اكتر. يعني عمقها بيوصل ل 11 كيلو تحت الارض والبني ادم ما وصلهاش لغايه دلوقتي. طب تعرفوا مين اللي خد كاس عالم 86؟ تعالوا لي بقى في ملعبي. ايوه بس انا انتوا كده خسرتوا. دي منطقتك. خسرنا ايه؟ ما انا كل واحد بيسال سؤال. ماشي خسرتوا في سؤالي. احنا هنخسر طبعا في سؤالك دلوقتي لان اكيد ما اعرفش مين خد كاس عالم 86. وعلى الله حد بقى يقول. بص يا غشاشه. ايوه انا احنا بعد كده على فكره في اسئله سنه 86 ده يعني انا ما كنتش تقول. طب قولي في انهي قاره؟ لا مش هقول حاجه. لو قلت قاره هتعرفي. اوروبا اكيد. ايطاليا؟ لا. سنه 86. برازيل. هي اجابه واحده. انا هقول اجابتي برازيل. برازيل. انت مصر. الإجابة مارادونا يا جماعة. يعني أرجنتين. الأرجنتين. مارادونا 86 ده كان بيلعب كأس عالم لوحده. يعني خد جاب كأس عالم لوحده. أنا أعرف منين إحنا المعلومة. بس سؤالك أنا؟ ده سؤال صعب يا جماعة. أنا معلومات عامة. السؤال ده إيه أكبر عضو في جسم الإنسان؟ المخ. القلب. خلاص خلصته. ثانيه واحده. انت قلت اجابه واحده. ايوه. ها اكبر عضو. لا مش اقوى عضو. اكبر عضو. اجاوب مخ. اجاوب مخ. ها خلصته. مخ. ها الجلد. صح لان الجلد عضو. الجلد عضو بيغطي جسمك كله. هو اكبر عضو في جسمك. صح اجابه صحيحه. كلنا فشلنا الحمد لله في اسئله بعضينا. طب وده يعني ايه بقى؟ بس بصراحه كده يجي في المقام الاول في المركز الاول الاستاذ احمد صلاح حسني النجم الكبير. وفي المقام الثاني النجم الكبير الاستاذ هيدي كرم. وانا كنت محكم اللعبه. قلت لك يا مكسبتك. خلاص يا عم انت مش بتغشي وبتاع. برافو. ما انا مكسبتك. بس عمرك ما كسبتيش في اي لعبه من ساعه ما بدانا البرنامج ده. ما كسبتيش في اي لعبه. ليه انت اول ما لعبت لعبه واحده كسبتيش؟ انا اللي دايما بكسبكم. ايوه انت بتكسبي. ايوه انت بتكسبي. ثانيه واحده. والنهارده بس حظي. هي عمرها كسبتني في لعبه من ساعه ما لعبنا؟ كتير بصراحه. كتير بصراحه. تمام. طيب نعيش. انا ما حدش كسبني يا جماعه وانتوا شايفين. طيب نعيش. الحلقه الجايه قول لي انا مصدوم.